بهران أصر ناخد التجوة معانا. ليها نصيب تشوف مهاش. مالها تجوة؟ جعانة؟ وقف عند ده. انزل عند ده. تدمى ومهران أغلى حاجة عندي. أنت حبيبي يا جد. حبيبك عشان الفسحة ولا حبيبك من قلبك؟ كل ما تفسحني كل ما أحبك أكتر. يا أونطجي، شايفة العيال الصغيرة؟ ما هو العيل الصغير قلبه إبلة، كل ما تديله كل ما يحب، وما تقدرش تغشه أبدا، ولو حبك خلاص. يا ريت الناس كلها تبقى قلوبها زي قلوب العيال الصغيرة. عاوز اتصور جنب التمثال. حاضر. مهران، انت بتعرف تصور؟ ثانية واحدة عني كتاب. جي جنبها يا جد. صور صورة كمان يا مهران. قرب شوي. حاضر. نزلت عليا دي من فين، رجعت ترجع صبايا. نزلت عليا دي من فين، رجعت ترجع صبايا. حيقولوا ابو عجل كم زين، طمع في سن الصبايا، طمع في سن الصبايا. يا قلبي يا قلبي يا قلبي يا قلبي يا قلبي. ايه مبسوط يا مهران؟ جو جو يا جو. الحمد لله يا سيدي.
وفرحة كمان مبسوطة. الفرحة دي هي الفرحة، مدام هي مبسوطة يبقى احنا كلنا مبسوطين. الله يخليك. فرحة عندك محمول؟ اه عندي. يعني لو ما عندكيش قوليلي اجيبلك. لا جبته ومعاي، بس ما اكلمش فيه حد. اصله هيم يعني إيه لو عزناك في حاجة يعني. حط لي نمرتك. هرن عليك. ايه ايه لسه؟ انا وريني. هو انا. هينفع، هو صغير بس مفيد. كل كل مهران. يلا حبيبي يا مهران. كل يا فرح. الحمد لله بالسلامة. إن شاء الله تسلم. مهران كنا فين؟ معرفش. جدع يا مهران روح. عنك تدري. لا ما يصحش، أنا هطلعها. لا ما يصحش، أنت راجعة تعبانة. حد يتعب من الفسحة الحلوة دي؟ ده أنا من أيام المدرسة ما رحت السوهاج. خلاص كل كم يوم نفسح وتقوى. ده انت كده متجلع تقوى قوي. عشان تستاهل الجلع. بريئة وطيبة وحلوة. هاتيها. لا هطلعها انا. الزهر نامت من كلامك الحلو. المهم تكون سمعت الكلام عنك تقوى. لا والله ما ينفعش. اشيلها لكم انا احسن. يا ولد طلعت لي زي العفريت ليه؟ اصلي شايفكم هتتعزموا على بعض. قلت اني خالها والخال والي. هات يا فرح. سمي. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا يلا بالشويش. يلا. طب يلزم اي حاجه؟ انا همشي. اطلع البيت ولا يلزم اي خدمه؟ اخلي مناع يوصلك؟ لا 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 حمدان امرك يا حاج. توصل فرحه لحد باب بيتها بالعربيه. امرك يا حاج. مع السلامه. اشيلها على كتف احسن. ودي يا حمدان. نعم يا حاج. رايح فيه؟ راجع المنظرة. انت اصلا راجع منين؟ كنت بوصل فرحة وراجع يا حاج. خلاص بقت شغلتك توصل فرحة. وصحة الحاج كويسة؟ زي الحديد. يعني بيروح المحجر كل يوم الصبح؟ كل يوم. كذاب، النهاردة الصبح ما راحش. النهاردة راح سوهاج. ايوه كده صح. كان بيقابل المهندسين بتوع الري؟ لا راح ياكل جلاتي. انت هتتمقلت علي. ابدا يا عم الحاج، خد والد بنته وفرحه وراحوا سوهاج، كلوا جلاتي وتغدوا وتفسحوا وبسطوا وجوا. هو فرحه برضو الحكايه مال حكايتي يا حاج؟ حكايتك انت عمال تتكلم كلام بارد. يلا خدني في سكتك. عارف البيت طبعا؟ عارف يا حاج. حلوة عربية الحاج محمد.
كلمها دلوقتي. راجل اهمل يا لحقت روحت. يعني عشان اطمن عليه. طمنت عليك حاجاتك كلمت. مكلمة صغيرة وخلاص. فرحة فرحة فرحة. السلام عليكم. حبيت اجرب نمرتي. اول مره يرن من يوم ما اشتريته. هكلمك كل دقيقه عشان يفضل يرن على طول. شكرا على الفسحه الحلوه. تصدقي دي اول مره استعمل المحمول في مكالمه بره الشغل، وكلها مكالمات تحرق الدم. ربنا يراود بالك. مش عايز اطول عليك عشان ودنك ما توجعكيش. مهران كان فرحان قوي. حبيبي مهران ضحكته عندي بالدنيا كلها. ربنا يخليك لي. انا حبيت اطمن عليك. مع السلامه. في امان الله. مع السلامه يا حاج. قالت لك مع السلامة يا حاج مش يا عم الحاج. الله الله الله، عجبتك دي؟ طبعا تفرق كتير. يا سلام يا سلام على الاختراع الصغير ده. دلوقتي أنا عرفت ليه كل واحد في جيبه محمول. مع السلامة يا حاج. هقول لك هاتيها. لا ما يصحش. اقول لك هاتيها. لا ما يصحش. وفي الاخر يقول له وصلها يا حمدان. وكانوا فين؟ كانوا فين؟ كانوا جايين بالعربيه. اكيد اكيد كانوا في سوهاج. اسالي والد بنتك. تعالى. ودني يا ستي ودني. والله يا مكفي ما قلت لي جدك خدك فين انت وفرحه؟ لقطع لك ودنك دي خالص. ما كناش. والله ما قلت لي كنت فين لوري لك. امسكي يا نور. الامر يا شهد. الأب يا جد. الأب يا جد. طار المكفي. يعني كان هو وفرحة في سوهاج. باين عليها إيمان على الآخر. الأب يا جد. الأب يا جد. إيه مالك يا مهران؟ مالك عتطفت ليه؟ ستي وحريم إخوالي وخالي حماد عاوزين يموتوني. ليه؟ يا إما أقول لهم خدتني أنا وفرحة وعملنا إيه، يا إما يموتوني. ما تخافش. خلي حد منهم بس يكلمك. وخالي حماد قاعد وسطيهم يقول عليك وعلى فرحة كلام. ايه كلام ايه؟ مش فاهم بس كلام كده خلى ستي تزعل. طز في خيرك وفي ستك وفي اي حد يزعلك. البت دي ما تجيش عندنا تاني. وطي حسك يا ندها. مش هوطي حسي يا كاملة. انا عاوزاه يسمعني واخد لها العربية تحت امرها. وانا ما ركبتش العربية دي في حياتي مرتين. هي اللي بنت بارتة حتى لو قالها عزومة تعالي معاي تركب معاه ليه؟ من بكرة أنا هجيب غيرها. فلح بس يقول لنا احنا عيب ومش عيب. هتزعق في بيتي ليه يا مندة؟ أيوة زعق. والبنت دي لا تيجي ولا تركب عربيتك. وانت واقف في وسط الحريم ليه؟ خلاص بقيت منهم؟ يا بوي مش اخرس. أنا سمعت كل كلمة قلتها. حماد ما قالش حاجة غلط. كلكم غلط في غلط. جايين حريقة ليه؟ حتى العيل صغير عايزين تضربوه. كذاب وملطش. أنا سته أعمل فيه اللي أنا عاوزاه وأدخل بيتي اللي تلد علي. بيتك؟ أنت صدقتي؟ ما حدش له بيوت. كلكم عايشين في خيري. وكل واحد يحط مركوب قديم في حنكه ويسكت. وأنت يا ولد أمك. تعال ورايا تحت. انت حبيبي اطلع فوق. بالراحة يا مرت عمي.
مبروك، جاي أبارك. الله يبارك فيكم، تباركي لي على إيه؟ والد الجنية مروان شافه، اوعي تكذبي. تفضلوا تفضلوا. اصبري يا مرت عمي، اصبري. انت يا عاد انت مش ناوي تتعدل؟ وانا عملت ايه؟ ما انا هعدلك، يعني هعدلك. هتحبسني تاني؟ لا لا حبس ولا ضرب، حسيبك. ولو حصلت النسيبة ساعتها بس هتحس انت كد ايه يا ني يا فاشل. انت شغال ايه في البيت ده؟ شغال ايه يعني ايه؟ ما رحت المحشر ووقفت يوم كامل بحاله. اقعد. اي عيل صغير في البلد بيشيل حجارة على كتافه ما تقدرش تشيلها دقيقتين. ابعتك تشيل حجارة معهم؟ وليه العذاب ده كله؟ انا متعلم وعندي شهادة. اقعد. مبروك عليك الشهادة. روح اشتغل بيها فراش ولا اي شغلانه بكم جنيه في الشهر. بعدين خدت شهادتك ايه؟ مش بفلوسي؟ انت صنعتك ايه؟ ولدك. ولدي يقول عليك الكلام اللي سمعته؟ يا ابوي البت دي مش بت. ايه دماغك دي فيها ايه؟ دماغك دي فيها ايه؟ ايه يا ابوي حكايه فرحه دي؟ ايه انت كمان؟ انا عارف عم بذكر قابلته من شوية وقول لي أبوك ديه سبع صياد خد البيت الصغيرة سوهاج ودخلوا السيمة. سيمة؟ سيمة ايه؟ أنا عارف. أنت رحت بيها سوهاج فعلا يا حاج؟ أي وراه. والله أنا ما بقيت عارف أقول له ايه. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا تعال هنا. راح فين؟ اترجع يا أبوي. هو أنا واحد اللي هتكلم؟ ما البلد كلها هتتكلم. وبصراحة البت دي لسه. انت مش ولدي، انت مش ولدي. راسك دي فيها ايه؟ ايه مش ولدي.